تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد شحم من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و 46 سنة ينحدرون من ولاية مجاورة. تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 6/8/2024 أين تقدم أحد المواطنين إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد شحم من أجل رفع الشكوى حول تعرضه لسرقة 16 رأس من الغنم ذات سلالة محلية ورأس واحد من الماعز من الزاربة الكائنة بمشتة القرورة بلدية واد شحم ولاية قلمة. بعد البحث والتحري في القضية وتنشيط عنصر الاستعلامات تم توقيف أحد المشتبه فيهم. بعد مواجهتي بالأدلة القاطعة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأخبرنا عن مكان تواجد الأغنام المسروقة. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى المكان الذي وضعوا فيه الأغنام أين تم ضبط بقية المشتبه فيهم في حال التلبس بالسرقة ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.